اي ست من الجماعه الكبار دول بحب واتمنى ان انا اخلعهم ودوم متفرج عليهم. اهلا بيكم. النهارده هبدا الحلقه بسؤال: هل ممكن الواحد يحب واحده عندها 50 سنه؟ طب 60 سنه؟ طب 70 سنه؟ طب 80 سنه؟ يعني ممكن الواحد كده وهو ماشي في الشارع يعجب بواحده ماشيه كده عندها 80 سنه، ماشيه بعكاز كده ويقول يا سلام نفسي ارتبط بالست دي، نفسي اخدها في حضني وانام، نفسي امارس معاها دوري كزوج، ينفع؟ طيب ايه الموضوع اللي حصل مع احسان؟ السيده احسان قاعده في منطقه في اسكندريه راقيه اسمها محرم بيه، عندها 80 سنه، جوزها متوفي، ولادها متغربين عنها، هي عايشه لوحديها، هي اللي بتروح تجيب اكلها شربها مستلزمات حياتها، بتدوس على نفسها. 80 سنه يعني كتر خير الدنيا، كتر خير الدنيا بتاكل كمان، يعني تنزل الشارع تقعد تساند على الحيطان كده تسند نفسها بعصايه وبتعرف تجيب العيش تجيب حاجه وتيجي عشان ايه تقدر توكل نفسها عشان تعيش. المهم قعد يوم اتنين اخواتها بيتصلوا بقى يطمنوا عليها، محدش بيرد. ايه الموضوع؟ اخوها ليها اخ اسمه مجدي راح يطمن عليها، خبط على الباب محدش بيرد. ايه لها علاقته؟ سأل الجيران قالوا ده بقالها يومين محدش بيشوفها ولا حد بيسمع صوتها ولا حتى شقتها منورة. ايه لأ؟ راح اتصل بالشرطة وفشوا الباب لقوها ان هي مقتولة مغبوطة على دماغها ومتجردة من ملابسها بالكامل، عريانة يعني. مفيش حاجة ناقصة في الشقة، مفيش حاجة ناقصة في الشقة خالص. طيب اللي دخل ازاي؟ باب الشقة مفول، مش مكسور ولا مفشوش ولا مفتاح مصطنع، يعني معنى كده ان اللي دخل من الباب. طيب في حاجة مسروقة؟ لا مفيش حاجة مسروقة. طيب يبقى اللي دخل ليه؟ محدش خد باله، يعني كل حاجة في الشقة سليم، اللي دخل ليه؟ لغاية بالصدفة واحد بقى فقالك طب بيخلعها هدومها ليه؟ هو سايبها ملط عريانة كده ليه؟ قال لا، يبقى الموضوع مش موضوع سرقة، ده موضوع عشق وهيام وجنس. ما هو انت هتدخل تجرد واحدة من ملابسها ليه؟ واحدة عندها 80 سنة، ما هو رد عليه برضو واحد قال لك يعني ست زي دي وصلت من العمر ارزاله يعني فواخر حياتها 80 سنة بالظبط او 80 وكم شهر، يعني ايه الجمال في الشاب؟ يعني انا بسأل حتى اللي شايفيني دلوقتي، هل ممكن تكون الست، هنفترض ان هي بتمارس رياضة، هنفترض ان هي رشيقة، هنفترض ان هي ما زالت بصحة، لكن ممكن تكون قادرة على العطاء الجنسي؟ يعني ممكن تكون قادرة ان هي تدي تبدع يكون لها شهوة حتى؟ يعني هل ممكن مثلا واحد يعشقها يحبها؟ يعني هل ممكن واحد يطمع انه يغتصبها 80 سنة؟ المهم طبعا الشرطة موضوع صعب جدا، ويمكن دي لازم نشكر عليها فعلا رئيس المباحث والقائمين الرائد اسلام شومان رئيس مباحث قسم شرطة محرم بيه، انه بذل مجهود عشان نقدر نتوصل ست لباب مكسور شقة ولا حد نطط من شباك ولا في حاجة مسروقة، والست كل مشكلتها ان هي من غير هدوم ومغبوطة على دماغها ميت. طيب ايه الحل؟ التحريات اثبتت اللي انا هقول لكم عليه ده. في واحد اسمه محمد وشهرته بلوزة، هو اسمه كده، هو اسمه محمد وبيقولوا له يا بلوزة، عنده 22 سنة. ودي يمكن يعني على فكره برضه عشان حدش يقول القضيه دي الحاجات دي يعني كتير قوي بقى يقول لك ايه احنا القضيه دي حتى ما بنشوفهاش، الجرايد بتنزل عنها حاجه ولا سمعنا عنها في اخبار الحوادث. انا عشان ريحكم القضيه دي رقم 9113 لسنه 2018 جنايات محرم به، اقولها تاني، القضيه دي رقم 9113 لسنه 2018 جنايات محرم بك. بلوزة ده ايه اللي حصل بالظبط بقى؟ بلوزة ده كل متعته في الدنيا، هو عنده 22 سنة، متعته في الدنيا كلها ان هو يشاهد يتجمل يمتع عينيه برؤية عورات النساء اللي في سن 70 و80، هي دي متعته في الدنيا. يعني هو حتى في اعترافاته بيقول ما اقدرش اي ست من الجماعة الكبار دول بحب واتمنى ان انا اخلعهم ودوم متفرج عليهم. ده ايه المتعة الزفت دي؟ ايه الجمال في كده؟ انا افهم مثلا الواحد بنته صغيره في السن 17 18 20 30
ليها مقومات جسدية، ليها هيكل جسم جميل، ليها مناطق بيحب ان هو يشاهدها ويمتع نفسه بيه، ماشي. لكن ايه المتعة؟ حتى هو نفسه بيقول لك ايه، حتى لما كنت بدخل على النت كلها بنات صغير، انا ما بلغاش متعتي مع البنات الصغير، لكن بلقى متعتي مع الستات الكبيرة 70 80 سنة. اول ما شفت احسان وهي ماشية في الشارع وبتعكس وبتسند على الحيطان، دماغي فرت، كل جسمي بقى اللي هو نداء الجسد، عايز دي، عايز احسان، مش قادر ابعد عنها، عايز احضنها، عايز انام معاها، انا مش قادر اقاوم جمالها. يا سلام وهي ماشيه وبتستند على الحيط، يا سلام وهي ماشيه بالعكاز كده وميله وجسمها كله باين قدامي انه جسم جميل. جسمي جميل ايه؟ 80 سنه. لقى متعتي في كده، متعتي في الستات دي. شوف يا فندم، بيقول للرائد محمد اسلام الشومان رئيس مباحث، خدوا مني كل حاجه، موتوني، بس خلوا اخر حاجه اشوفها ست تكون كبيره في السن واتمتع بمنظرها. مش عارف ده، انا يعني الواحد بيسمع عن مرضى كتير، يعني في مرضى نفسيين، في اللي بيعشق الاطفال الصغيره، في اللي بيعشق الممارسه من الخلف، في الشذوذ الجنسي، وفي في في كتير. لكن اول مره اشوف واحد بيعشق رؤيه عورات النساء اللي سنهم تعدى 70 و80 سنه. المهم، طب انت دخلت الشقه ازاي يا عم محمد يلي شهير ببلوزه؟ قال لك انا شفت الست احسان ماشيه في حاله من الانوثه الطاغيه، العصايه وهي مسكاكه بتميل، فجسمها من ورا، تعرف لو الست لما بتميل بعصايه كده تبقى مياله كده شويه، فمؤخرتها بقى ماشيه ست عجوز. قال لك فضلت امشي وراها وعملت نفسي ان انا واخد بالي منها احسن توع، لغايه ما وصلت لغايه باب المدخل بتاع العماره بتاعتها، رحت مسناتها اتفضلي، ورحت مسناتها لغايه باب شقتها، واول ما فتحت بابها جات لي شكرا يا ابني، جيت بزيتها ودخلتها جوه. عشان كده بيفسر ازاي الباب لا مفشوش ولا حد نط من الشباك ولا حد كسر باب ولا اي حاجه، فبالتالي هو دخل لانه زقها وبيسندها وراح دخل جوه. طب عملت ايه بعد كده؟ قال لك بس اول ما لقيت نفسي وجها لوجه مع هذا القمر، الفتنه، الاثاره، الجاذبيه، ما قدرتش اقاوم، جيت خلع هدومي على طول. طب وهي جت اول ما شافتني ابتدت تزعق، لقيت شاكوش على الترابيزه، جيت ماسك الشاكوش على دماغها 3 مرات، حتى لما لقيت الدم كتير ومش عارف احضنها ولا اعرف اعمل حاجه، جبت كيس بلاستيك حطيته حوالين رقبتها ولفيت عشان الدم مطرح ما ينزل من راسها ما ينزلش على الارض، لان انا كنت عايز ان انا احضنها. واحده عندها 80 سنه وكم شهر، يعني كويس ان هي شايفه نفسها، كويس ان هي اصلا قادره تمشي، كويس ان هي اصلا عارفه مين دي. واحده 80 سنه يا جماعه، يعني حرام عليه، يعني ايه الحكمه يا اخي؟ حرام ده، يعني ربنا يا رب يرزقنا حسن الخاتمه. يعني دي واحده ماتت الموته الشنيعه دي، وللاسف انتهك عرضها، انتهك شرفها، يعني ربنا يعافينا يا رب. وفي الاخر تابع محمد، انت عملت ايه بعد كده؟ قال لك انا اول ما لقيتها كده ومش عارف اعمل حاجه، الدم غرى الارض رغم اني لفيت راسها بكيس بلاستيك، لقيت طالع بره وسايبه. هو ده بس انت عملته؟ يعني انت كنت داخل عشان عايز تمارس الجنس مع واحده انت 80 سنه؟ بحبها، بحب اي ست كبيره في السن بحبها، ما بقدرش اقاوم، ببقى عامل زي الواحد المجنون، الواحد اللي شرب خمره مجرد ما بيشوف واحده في السن ده ما بقدرش اقاوم نفسي. لكن طبعا انا وانا ماشي لقيت على البوك اللي هي كانت ماسكاه فيتها 400 جنيه ورقتين 100 ب 200 و200، فاخدتهم قلت يلا بقى طلعت بحاجه، حتى انا ما فكرتش اخلعها الذهب ولا ادور في الدولاب على اي حاجه اخدها فلوس ولا غيره، انا ما كنتش هم الفلوس ولا الذهب ولا اي حاجه، انا كان همي احسان بحبها. خد ال 200 ال 400 جنيه ورقتين ب 200 و200 خدتهم، حتى رئيس المباحث بيقول له عملتهم ايه؟ قال جبتهم بيهم حشيش. المشكله في البحث عن بالوزه ده، اكتشف ان كان ليه بلاغ قبل كده ومحضر قبل كده مع واحده عندها 85 سنه برضه حاول معاها، بس ربنا اكرمها ان كان فيه واحد شافهم وضربه وجري، بس اتمسك واتعملت له قضيه. يعني محمد ده الشهير ببالوزه 22 سنه، مش هل 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 ده يعتبر مثلا عذر؟ يقول لك ده تحت مريض نفسي ونلتمس العذر اثناء المحاكمه. ما هو احيانا الامراض النفسيه ما بيحاكمش المتهم، بيقول لك يعرض على مستشفى الامراض العقليه لتحديد مسؤوليته عن تصرفاته وعن اعماله. كتير قوي بيفلت من الموضوع ده، يقول لك المذكور لا يعني لا يسعى عن تصرفاته وافعاله، وتبدا بقى مخرج القاضي بيحكم بيه نتيجه انه بيحكم في ورق جاي له من مستشفى حكومي، وبالتالي بيكون منفذ ان يهرب منه. هل محمد بقى وبلوزه ده منفذ ان هو ممكن يطلع من القضيه؟ ان هو مريض نفسي بيحب يعشق ممارسه الجنس مع الستات اللي بالغوا من العمر عتيه 80 و90 سنه، هي دي متعته في الدنيا؟ يعني بيتكلم مع الضابط بجرأة غريبه جدا، يقول لك ما بقدرش اقاوم،
ما بقدرش اشيل نفسي، ما بقدرش متعتي كلها ان انا اخلي الستات الكبار واقعد اتفرج على اعراضهم وعلى جسمهم. مش عارف، لكن النصيحه اللي اقدر اقولها يا جماعه، لما يكون لينا خاله او ام او زوجه حتى او وعايشه لوحديها وجوزها مسافر، لازم كلنا نطمن عليها من وقت للتاني. يعني الست دي لو لقت حد بيجيب لها الخضار من الشارع، ما كانش حد فتن بيها، ما كانش حد اعجب بيها، ما حدش كان قال لك لا ده انا عايز احضنها وعايز انام معاها او هي عندها 80 سنه واكتر. لابد ان احنا الناس دي في خريف العمر لازم يلقى حد او حد يعني يراعيهم باستمرار. هي لو لقت حد يجيب لها الخضار او يجيب لها اكلها وشربها، ما كانش نزلت الشارع في السن ده هتروح تجيب عيش وتجيب خضار وتقعد تطبخ، صعب جدا. فبالتالي لازم حد يراعيها، الاولاد لازم يراعوا امهاتهم لما يوصلوا في السن الكبيره دي، او الخلان او الشقيقات، لان يعني احسان ضحيه الوحده اللي هي عايشاها. يا رب الدرس نكون استوعبناه. رحمه الله على احسان، ماتت موته بشعه لكن اعتقد ان ربنا هيجزيها خير ان شاء الله. اشكركم.